أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا عبر شاشة الجزيرة مباشر، وأهلا بكم في هذه الجولة في أسواق مدينة نابلس. وما تعيش هذه الأسواق من حركة اقتصادية وتجارية خلال جائحة كورونا ومع فرض الإغلاق المستمر على الأراضي الفلسطينية ورفع الإغلاق أيضا بشكل متكرر. اليوم المدينة تعيش أيام إغلاق جزئي للحياة الاقتصادية والتجارية. دعونا نأخذكم في جولة في أسواق هذه المدينة، نستطلع آراء الناس والتجار والمواطنين في الشوارع هنا أيضا حول الأسواق وحركة البيع والشراء اليوم في هذه المدينة التي تعد من أبرز المدن الفلسطينية نشاطا اقتصاديا وتجاريا. نتحدث مع أحد. مرحبا، يعطيك العافية، كيف الحال؟ الله يسعدك، بس بقدرش نسألك سؤال، كيف البيع والشراء؟ منيح بس بديش على الكاميرا. طب يعطيك العافية. دعونا نتحدث مع بعض التجار هنا مشاهدينا. مرحبا حاج، يعطيك العافية. حبتين، الله يعافيك. أمين وصفي أبصير. سيد أمين، كيف تشوف أوضاع الأسواق في نابلس اليوم والحركة التجارية في ظل جائحة كورونا؟ والله بالنسبة للأوضاع، الأوضاع والله سيئة جدا، والأشغال واقفة هلأ، ونتيجة يعني الجائحة اللي إحنا فيها وتسكير المدن والمحافظات والتسكير اللي على فترات، كل هذا بيؤدي لنتيجة ان الاوضاع تسيئ، وعدم صرف الرواتب برضو للموظفين برضو بعطي انعكاس على المحلات وعلى البيع. فاحنا هلأ في جائحة زي ما انت حكيت، الله يفرجها علينا وعلى الجميع. الوضع دمار والله يا زلمتي. كتاجر، ما هي ابرز اشكال معاناتكم كتجار والصعوبات اللي بتواجهوها في ظل هاي الازمة؟ احنا بنواجه، احنا هلا الالتزامات اللي علينا طبعا نتيجه الاغلاق بتتركم التزامات. هلا من شهر 3 و4 اللي سكرناهم نتج عليهم شكات علينا، مع شكات شهر 5 و6 ما قدرناش نغطي لا 3 ولا 4 ولا 5، تراكم علينا ثاني 6 وهي 7. الله يفرجها على الجميع. شو بدنا نحكي؟ طب ايضا مع قرب حلول عيد الاضحى المبارك بعد اسابيع، هل ممكن ان يكون هناك اي انفراج في الحاله التجاريه او زاد النشاط حسب توقعاتكم؟ لا لا، الأوضاع يعني إذا بتضل زي ما هي على حالها لسه هلأ إحنا بألف نعمة، منعرف شو بصير، بجوز تأزم الوضع، الجائحة، ما منعرفش نحذر على الوضع. أما أشغال وهذا لا، ما بظن يعني، أما بنتمنى إنه يضل الوضع مسيطر عليه، والله يفرجها على الجميع. شكرا جزيلا، يعطيك العافية. نتابع وإياكم مشاهدينا هذه الجولة. لحظة، هديت ما اتصل عليك، بجي لك. نتحدث مع أحد المواطنين هنا في الشارع أيضا، نتعرف عليك لو سمحت. عمر، محسوبك أبو مهند الحوا حبيبي. طب سيد أبو مهند، كيف بتشوف أوضاع الأسواق في مدينة نابلس، الحركة التجارية والاقتصاد عموما في المدينة؟ والله الله يكون بعون الناس، والله يكون بعون الحكومة، والله يكون بعون الكل. يعني هو الأوضاع الكل بشكي، لا غني راضي فيه ولا فقير راضي ولا محل متوسط، فالأوضاع هي عالميا وإحنا جزء من هالعالم، وفيش قدامنا غير نقول الفرج من عند رب العزة والجلال. يعني هي العملية اللي اتضح مش مربوطة في عملية السلطة سكرت السوق ولا فتحت السوق، الناس منهكة اقتصاديا واللي خارج أكثر من الداخل. فما إنش شغلة لنقول الصبر، والله يكون بعون الجميع. شكرا جزيلا، يعطيك الف عافيه. يعطيك العافيه، تعرفنا عليك لو سمحت. محمد. طب اخي محمد، حضرتك تاجر اليوم حسب ما انا شايف، كيف بتشوف اوضاع الاقتصاد والحركه التجاريه والحياه الاقتصاديه في نابلس اليوم في ظل انقطاع تاخر الرواتب، ايضا المشكله في الرواتب للموظفين العموميين، وايضا في ظل ايضا جائحه كورونا؟
والله هو بس مش جائحة كورونا، يعني هو كله بيكمل على بعضه من بداية الأزمة ومن بداية الحجر. في عندك جائحة كورونا، عندك تأخر الرواتب، وفي عندك فوقيهم عرب الداخل اللي ما بفوتوش، عمال إسرائيل اللي مش قاعدين بفوتوا، كله بكمل مع بعضه. احنا الاقتصاد عندنا قائم بس على عمال اسرائيل اللي بيجوا بيجيبوا العمله الصعبه من برا، خلينا نحكي، لانه احنا اصلا دوله مش مصدره، احنا دوله مستهلكه. وعندك الرواتب، هل يعني الموظف لما باخذ 50% شو بده ياخذ يعني من راتبه؟ وباخذ بس مواصلات روحه وجينا على الشغل، فهمت علي؟ فالوضع الاقتصادي زي ما بقول انه في طلع الوزير حكى انه بلاحظ تحسن، لا يا عمي قاعد بلاحظ تدمر، قاعد بتدمر الاقتصاد شيء عن شيء. ما مدى تضرركم كتجار اليوم في ظل هذه الأوضاع السيئة؟ يعني إحنا هلأ المفروض هدول ضايل العيد 15 يوم، هلأ البلد مش لازم تفضل تطلع عينك بالناظرة، إذا مصور هون شايف البلد كيف فاضية، العيد ضايل له 15 يوم، مثل هلأ البلد لازم تكون مليانة، هلأ فيش حدا يعني عدم المؤاخذة، اللي بدي أخذ راتبه 50% أنا بجيب أكل وشرب أحسن لي وأحسن لأولادي من أنزل أجيب لهم أواعي أو أجيب لهم إيش مكان، اللي هي الثانويات، اللي هن الأساسيات بركزوا عليها. تركيز الناس هذه الايام يتركز فقط على الاساسيات والشرب بس مش اكثر، اما يعني هذا ما حدش معه يشتري لا لبسه ولا لبستين لا له ولا لولادته. فزي ما بقول لك الوضع حاليا قاعد بتدمر، والله يجينا من اللي جاي، ويعني في حال صار كمان تسكير راح يتدمر بزياده، احنا راح نوصل لمرحله الحضيض. الوضع الاقتصادي سيء جدا، يعني مع وجود مرات قرارات بالاغلاق وايضا قرارات برفع الاغلاق جزئيا، يعني زينا بس حاليا بتعيش قرار اغلاق جزئي، ليس كل القطاعات تعمل وليس كل القطاعات مغلقة. ما مدى يعني تأثير هذا الشيء عليكم كحركة تجارية وكتجار كبائعين كمواطنين كحركة اقتصادية؟ طبعاً الإغلاق مش بس علينا، يعني مش بس على حركة تجار ولا حركة مواصلات ولا حركة مبيعات ولا مشتريات، على الكل بيأثر مرة واحدة. انت روح شوف المصالح الصغيرة خصوصاً هي اللي قاعدة بتتأثر أكتر إشي، عندك المصانع الكبيرة الشكات اللي قاعدة ترجع، وهلقيت لما تسكر 10 أو 15 يوم كله بيعمل لك حجة إنه الشك راجع، فمضلش يعني تشوف كم مليار قاعد برجع شكات، الوضع الاقتصادي قاعد بنهار. فزي ما بقول لك احنا لازم نتعايش مع المرض، نلتزم بالكمام، نلتزم بالجلافز، وبالاخر بدنا نتعايش معه زينا زي باقي الدول العربيه والاجنبيه اصلا. اما انه ضلك تعمل اغلاق على وضع اقتصاد الفلسطيني 14 مليار شيكل، اقتصاد صغير جدا وبنهار بسرعه كبيره. مع نعم معك انه بقول انه بتشافى بسرعه، بس لا انا بقول لك بتشافاش بسرعه، باخذ وقت كبير كثير على ما يتشافى. تمام، شكرا جزيلا ويعطيك العافيه. نتابع واياكم مشاهدينا هذه الجوله في اسواق مدينه نابلس، نحن في وسط المدينه حيث تشهد المدينه اكثر نشاط واكثر حركه للمواطنين في ظل جائحة كورونا. تعيش المدينة حاليا إغلاق جزئي لبعض القطاعات التجارية والمصالح الاقتصادية. هنا نتحدث أيضا مع أحد الباعة المتجولين، يعطيك العافية. الله يعافيك. أنا عرفنا عليك لو سمحت تحكي لنا شو بتبيع هون. عمار أبو عيشة من نابلس. طب أخ عمار، كيف بتشوف الوضع الحياة الاقتصادية في ظل جائحة كورونا وفي ظل الإغلاق والفتح أحيانا ورفع القيود للإغلاق؟ الله يرحمنا برحمته، بس شايف الوضع ما أنت كيف، وضع سيء على الجميع والله. شو مدى تضررك من فعل جائحة كورونا، بفعل الإغلاق المستمر وبفعل إنه ما فيش حركة اقتصادية كما يجب؟ مش علي لحالي، على الجميع يعني، هذا مش يعني واحد من الشعب متضرر، الشعب كله تضرر. نسأل الله إنه يبعد البلد عن البلد هاي كمان. طب أيضا نتحدث مع أيضا مواطن آخر، يعطيك العافية. عرف عليك برضه؟ علي اللي داوم من نابلس. طيب سيد علي، برضه تحكي لنا كيف بتشوف الحياة الاقتصادية اليوم في نابلس، حركة البيع والشراء، الحركة التجارية عموما؟ أول شيء الحركة الاقتصادية متدهورة على الآخر، يعني يرثى لها، يعني فيش يعني ما تقول إنه فتحت البلد أو سكرت، يعني أنا يعني بالنهاية نفس الإشي، يعني ما يعني ما صار تحسن بفتح ولا أي شيء، يعني هي يعني الوضع الاقتصادي متدهور، الناس يعني معهاش مصاري، يعني الحكومة تاعتنا الله يسامحها يعني ما بتغطي الناس، يعني في ناس قوتهم اليوم يوم بيوم بس ما حدا قاعد بغطيهم ولا بتطلع عليهم من مرة، يعني في ناس كيلو خبز، يعني أنا عدة ناس يجي يقولوا لي بدي أشتري كيلو خبز أو 2 كيلو خبز، بدنا 10 شيكل أو 20 شيكل، يعني أنا بجزء بإمكاني أني أطول قوت أولادي، بس لكن في ناس يعني متضررين الله يكون بعونهم، يعني وضع مش طبيعي نهائي. شو رأيك بقرارات الإغلاق اللي تتخذ من قبل الحكومة الفلسطينية هون من أجل المحافظة على الصحة والسلامة الاجتماعي المجتمع عموما بفعل جائحة كورونا؟
يا عمي احنا مع احنا مع قرارات الحكومه، مع قرارات السلطه الوطنيه على راسها يعني بحط، بس لكن يعطونا شيء بديل. يعني انت بدك تسكر لازم تعطي الناس اللي تقدر توقف وتساعد هون الناس، يعني انه تيجي يعني بدل ما ينزل يشتغل هذا يلاقي في قوت اولاده يعني، ما وساعات الكل بيلتزم يعني مع القرار. برضو نسألك لو سمحت، كيف رأيك في حركة التجارة اليوم، كيف تشوفها؟ والله ضعيفة يا أخي على الكل، يعني على الفئة العاملة ولا على الفئة التجار كلها ضعيفة، يعني كل هون سوا قطار واحد يعني، والله يلطف فينا. بس حضرتك شو مجال عملك وشو مدى تضررك أيضا من بسبب الأوضاع الحالية؟ والله يا أخي أنا عندي كبشوب ومسكرة يعني إلي زمان، يعني بقول لك سكر سكر، بنفتح بنفتح، يعني يشوفوا لنا شيء بديل يعني. بس يعني بعض يعني هلا اللي صاحب كيف الشب يسحب عرباية يقولوا له هون ممنوع توقف وهون ممنوع، هذا برضه بدنا نشتغل برضه احنا الثانيين. قرار الاغلاق حاليا يعني يشمل المقاهي والكوفي شوبات عموما، يعني في ظل اغلاق كوفي شوب زي ما بتحكي حال حضرتك، كيف بتمشي امورك وحياتك الاقتصاديه اليوميه والمصاريف والالتزامات؟ والله يا اخي انا اقول لك يعني هاليوم بدي اجر عرباية وابيع، بدي اجرب حالي اذا اطلعت ولا ما اطلعتش، يعني ما يعني قهوه طويله عريضه وفي بعد قهاوي بيفتحوا وبيشتغلوا، احنا ما بنفتح ما بنكسر قرار الحكومه. شكرا جزيلا ويعطيك الف عافيه. نتابع واياكم مشاهدينا هذه الجوله، ما زلنا نستمع ونستطلع اراء المواطنين ومن نلتقيهم هنا من التجار ايضا والباعة المتجولين. في ظل تسجيل ارتفاع متوالي ومستمر بأعداد المصابين بفيروس كورونا من قبل وزارة الصحة والجهات الرسمية، تلجأ الحكومة إلى قرارات الإغلاق بشكل مستمر تارة، وأيضا تلجأ أحيانا للتخفيف تلك القيود والإجراءات والسماح لبعض معالم وقطاعات الحياة الاقتصادية والتجارية بالعمل في نابلس وفي غيرها من المدن. أيضا نشاهد اليوم في هذه المدينة كما تشاهدون في الصورة أيضا حركة متسوقين وحركة مركبات، أيضا الحياة تسير بشكل شبه اعتيادي، ولكن رغم ذلك هناك العديد من القطاعات لا يسمح لها بالعمل كالنوادي الرياضية وكالمقاهي وأيضا المطاعم التي لا يسمح لها بالعمل إلا فقط عبر خدمات التوصيل وعدم استقبال الزبائن والمتسوقين داخلها. أيضا نتحدث أيضا مع أحد الباعة المتجولين هنا. مرحبا، يعطيك العافية. العافية. كيف تشوف الحركة التجارية في نابلس اليوم؟ أحسن من الأيام مثل أحسن بكتير. قبل كم من يوم ما في شيء ولا شيء، الناس طبعا مقارنة حاليا مقارنة بأيام الإغلاق لما كان في إغلاق كامل من يعني من 4-5 أيام ما كانت الحركة، ما في حركة، ميتة كانت طب مع قرب عيد الأضحى بتشوف إنه ممكن الحركة تزداد أكثر أيضا؟ طبعا أكيد طبيعة الحال يعني لازم تزداد، الناس بدها تشتري أواعي بدها تتبضع للعيد. اعتقادك في لسه ظل قدرة عند الناس، قدرة شرائية فعلا للتسوق والتبضع وشراء احتياجاتهم من العيد الأوائل الألبسة وغيرها من الأمور أيضا. الله يكون بعون الناس من المصاريف، من جاي هسه جاي مدارس كمان شوي، جاي مدارس جاي جامعات، يعني الله يكون بعون الناس على المصاريف اللي جايتها فاحنا بنتأمل انه يكون في حركة وفي أسواق يعني اللي تحرك الناس وتصير عندها إقبال على الشراء وعلى الهاد. بس ما في أخرى كمان، فيش معاشات يعني اللي هون فيش معاشات أخرى كمان للموظفين، وهذا بيأثر على الحركة الاقتصادية. شكرا جزيلا ويعطيك العافية. إذن استمعتم مشاهدينا لآراء المواطنين وبعض التجار هنا في أسواق مدينة نابلس اليوم، ونحن على بعد فقط أيام من عيد الأضحى المبارك والذي من المفترض أن تشهد فيه الأسواق حركة اقتصادية أكثر، ولكن سوء الأوضاع الاقتصادية واضح على لسان التجار والمواطنين هنا.
نشكر لكم طيب المتابعة ودمتم بأمان الله.